بين الجدران المتهالكة وآثار القذائف الحوثية يتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم، لا أبواب ولا نوافذ وأحياناً لا كتب ولا وسائل تعليمية، بل حتى لا مبنى تعليمي يمكنه احتضانهم. فهذا فندق كان يسمى السلام غاب عنه الاسم ومعناه وتحول لمكان بديل لطلبة العلم. المبنى طيقاً مكسرة، الأبواب البلكونات، أبواب البلكونات مكسرة، حاولنا يعني إصلاح بعض الأشياء، هذا كان كله بجهود شخصي يعني، وبدون أي مساعدة أي جهة كانت منظمة وغير منظمة. مدرسة الرحمة الواقعة في فرزة صنعاء كلابة بمدينة تعز، المنطقة الأخطر التي تدور فيها مواجهة بين الحين والآخر، هي المدرسة الأساسية لهؤلاء الطلبة، لكن الحوثيين اتخذوها سكنة عسكرية، فاضطر الكادر التعليمي للبحث عن أماكن آمنة بديلة، وبعد عدة تنقلات وجدوا هذا المكان رغم تعرضه هو الآخر لخطر استهداف قناصات الحوثي ومقذوفاتهم من تبة السلال القريبة من هنا، فلا مكان يصلح للهروب من الحرب وآثارها. الطلاب أصبحوا بلا مدرسين، ما فيش من يوصل لهم الفكرة، ذلك إحنا في عنا عمل تطوعي إن إحنا وصل لهم المعلومة على الرغم من طوق مفاتيح والجو مش ملائم أبدا للدراسة، بس إن شاء الله إحنا نحاول. أكثر من 350 طالبا وطالبة وعدد لا يقل عن 30 معلما متطوع يحتضنهم هذا المكان. وبين المبنى البديل وخطر الاستهداف بالقذائف الحوثية وعمل المدرسين دون رواتب تقوم العملية التعليمية هنا، فهل سيستمر هذا الوضع طويلا دون إيجاد حلول قريبة؟ أم أن الطلاب سيجدون في المستقبل القريب مبنى جديد متكامل يدرسون فيه ويمارسون حقهم في التعليم؟